هجم مسلحون مجهولون يعتقد انتمائهم للقاعدة فجر اليوم مبنى مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء. وقال شهود عيان إن مسلحين مجهولين استهدفوا اليوم مبنى المجمع الحكومي بالمديرية بقذائف إربيجي وغيرها، وأنهم ألحقوا أضرارا كبيرة بالمبنى دون وقوع خسائر بشرية. كما قاموا بعد الهجوم على المبنى بإطلاق رصاص كثيف في المنطقة، ما تسبب في حدوث حالة رعب للسكان المجاورين للمديرية.